إن الثورة المصرية والتونسية طرحين براق من ثلاث سطور الصغيرين، طرحين ثورتين فعلوا بعض، طرحين ثورة سياسية وثورة اجتماعية مع بعضها. وكنا دايما بنتناقش في الشمسار في مصر هنا، أول ما نقعد نختلف كده في غابات المرحلة، فبعد المرحلة ثورة وطنية ديمقراطية، ثورة اشتراكية، نبتدي نختلف. عبقرية الجماهير وعبقرية اللي بيطرحوا الثوار على الأرض هم بيحطوا لنا الإجابة. مفيش انفصال ما بين الثورة السياسية والثورة الاجتماعية. هم شيء واحد.